شيخ، احنا قبل الفاصل بنتكلم وانا قطعتك في الكلام وقلت لي انت كنت رايح النادي الاهلي عشان تقابل الكابتن صالح. ايوه. عشان خاطر ايه كنت عشان اعمل خلاص مباراه الاعتزال. كنت قررت الاعتزال. اه. انت حسيت ايه بقى لما انت عشان قررت الاعتزال؟ انا لعبت ضده في الملعب ثلاث سنين مرات. مع قدام الكابتن. هو كان لعيب كويس جدا. طبعا. اه. فهو قال لي انا بحبك. انا كنت بقعد بتفرج عليك. انت خليفتي. يا سلام. واللي انت عاوزه هنعمله لك. انت رحت له النادي بقى وقلت له عاوز ماتش اعتزال. اه في النادي. اه. طب اللعيب عشان يعتزل انت حسيت بيه عشان قلت خلاص بقى لازم اعتزل. كفايه. انت حسيت انك مش هتدي خلاص بقى. يعني لعبت من 62 ل 34. هل سن الاعتزال ليه سن معين يا كابتن ولا هي خطا؟ خلاص بقى انت مش قادر بقى. مش قادر خلاص. مش هتقدر وبعدين هتتشتم ولا بتاع لا. ما فيهاش مقاوحه بقى خالص بقى. خلاص خدت قرارك وقلت عاوز اعتزل رحت للكابتن صالح النادي اتفقت كنت اتكلمت مع الكابتن صالح عليه وراجل محترم جدا جدا ونشكره ادي مباراه اعتزالك يا كابتن ايوه ادي الجارم الجارم اهو ومحمد نور هنا ومسعد نور وبوبو واقف اهو دي كان مسعد نور مسعد نور الله يرحمه وادي الحكم اهو لاينز مان بالظبط عز الدين يعقوب وكابتن عز الدين يعقوب من عندنا من اسكندريه برضه كان ماتش حلو جدا جدا بس قال لي اتاخر شويه ايه 26 يوليو ما فيش التلفزيون هو الفلوس بتاعتك نعم ده كابتن صالح اللي قال لك كده؟ ها؟ كابتن صالح اللي قال لك كده؟ والله قال لي انا اقعدهم يوم كمان وتغير قلت له لا خلاص بقى ده ابني ده ابنك الكبير نعم شايله واعتزلت عملت مباراه الاعتزال مع النادي الاهلي بوبو شايله برضه وانا وراه بوبو كان طيب قوي يا سلام الله يرحمه قلب كبير والله كان جميل كان جميل الله يرحمه كابتن انت احترفت في الامارات شويه رحت لنادي الشباب نادي الشباب قعدت في دبي قعدت قد ايه كام سنه سنه واحده سنه اربع شهور بس اربع شهور كان بس. ايه احتراف ها نادي الشباب ولا كان إعارة؟ أنا رحت عشان هي إيه لونها أخضر زينا نادي الاتحاد يعني حنيت للون الأخضر والكلام ده حصل إزاي؟ في ستانلي كنا بالليل بنعمل إيه تمرين كان فيه الله يرحمه الكابتن عبد أبو العيلة بيعمل لنا لياقة بدنية على رمضان بالليل ده في رمضان يعني إيه بعد الفطار متأخر طيب خلاص تعبنا وقال طب انزلوا في البحر نام على ظهرك واعمل اهتزاز ده بالليل 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 التعب راح كان صيف ولا شتاء لا رمضان كان حلو قوي في الصيف حلو في الصيف عشان كنا بنلعب بالليل فكان ريقه كان موجود في الفندق بتاع سان جوفاني فبيبص كده بايه اللي عمالين يجروا على الرمله وبتاع فقال له ايه اللي انتوا بتعملوه ده وايه الكابتن شحاتة ماله في ايه؟ قال لا بيعمل لياقه بدنيه قال لي طب انا هاخده معايا نادي الشباب كان هو شغال في دبي في دبي في دبي رحت هي كانت فتره اربع شهور وكان انا حساس انسان حساس جدا نعم لقيت ايه بعتوا لي جواب بالنسبه لي وانا قاعد لوحدي هناك و محمد انا ببص له في الصوره بيعيط انت فين يا بابا؟ شوف يا خبر ابيض والله انا حساس جدا فخلاص رحت مخلص قلت لهم انا ماشي بقى طلعوا لي تاشيره الخروج طب وفلوسك؟ قلت لهم ولا عايز فلوس ولا عايز حاجه انا عايز اروح اتاثرت بدموع محمد ابنك بقى بيناديك تعالى طبعا ولا مال الدنيا كله قدام اي حاجه من دي